مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة. حلقة جديدة من حلقات برنامج من يجدها. الحقيقة في من يجدها دايما بنهتم بيكي، بأسرتك، بولادك، بصحتك، ببشرتك، بجمالك، بكل حاجة تخصك، حتى بحالتك النفسية. النهاردة هيكون معانا فقرتين مهمين جدا. أول فقرة، إزاي أربي طفل يطلع مسؤول، يطلع راجل كده عنده رضا وعنده قناعة، إزاي يبقى ابني مسؤول، أعمل كده إزاي؟ في البداية ممكن أحفزه أو أشجعه مثلا على إن هو يساعدني في البيت، يعني مثلا ممكن سواء بنتي أو ابني، يعني مش شرط الولد بس، مثلا يجيب طبقه يحطه على الترابيزة، بعد ما يخلص أكل يشيل طبقه يدخله المطبخ، ممكن يغسل كوبايته، ممكن يوضب سريره، يلمع أوضته. دي حاجة على فكرة عادية جدا إن أنا أعملها، مش أنا كده مش بجبر طفلي أو إن أنا بعمل مجهود أو طاقة زيادة على إمكانياته، بالعكس أنا كده بطلعه بني آدم مسؤول، مسؤول عن الحاجة بتاعته اللي هو فيها دلوقتي، عن قطه، عن طبقه، عن معلقته، وهو لسه طفل صغير. الأطفال دايما عندهم موهبة جميلة جدا وبتبدأ معاهم من سن صغير قوي، هي موهبة التقليد. مش لازم لما يكون في مشكلة بيني وبين بابا أو بيني وبين إخواته حتى لو كان كبار إن أنا أزعق قدامه أقول ده طفل صغير مش هيفهم حاجة، لا، الطفل بيقلد، بيتعلم إزاي يزعق، إزاي يعلي صوته، ويعرف إن طريقة الأسلوب بعد كده في البيت وإن طريقة الحوار اللي أنا بتكلم بيها بعد كده هي الصوت العالي. كمان من الحاجات اللي ممكن أشجع طفلي عليها هي إن أنا أساعد الناس الفقراء والغلابة، يعني مثلا أنا بديله مصروف حتى لو كان صغير، أعوده كده إن المصروف ده اعمل حسابك إن احنا هنشيل جزء منه عشان نساعد بيه الفقراء. وأنا ماشية في الشارع ولقيت حد غلبان، لقيت حد محتاج، لازم ابني يبقى شايف أنا بعمل إيه، بساعد حد فقير، سواء بقدم له بقى جزء مادي أو بديله مثلا حاجة، مثلا أكل، أو حتى لو بكلمة طيبة. الولاد بيخزنوا في مخهم كل ده، ولما بيكبر بيتعود ان هو يساعد الغير. كمان احاول ان انا اخليه يمارس الرياضة، يعني مثلا رياضة كرة القدم او رياضة الباسكت بول، كل الحاجات دي رياضة جماعية، يعني بعوده على التعاون، ان هو يشوط ويدي لزميله ويستقبل تاني وما يبقاش اناني، يبقى عنده روح التعاون، يبقى عنده روح ان هو مش كل حاجة بتاعتي انا بس وابقى عايزها لي انا بس، لا، انا هدي الكرة لزميلي وزميلي هدي الكرة لواحد تاني، لعبة جماعية. لأن كمان الرياضة بتخلي الطفل كمان مخه وجسمه عنده زي إيه لياقة، وكمان زي ما اتكلمنا وقلنا روح التعاون. ممكن كمان زي ما أنا بشجعه أن هو يحافظ على حاجته ويحافظ على قطه ويحافظ على لعبه، كمان أخليه يحافظ على ممتلكات غيره. إزاي؟ يعني مثلا مش أول منزل من البيت خلاص أنا مجرد أني سبت الشقة مش هرمي مثلا حاجة في الأرض، هرمي أي ورقة، لا، خد بالك زي ما بنحافظ على حاجتنا نحافظ على حاجات غيرنا، وده هيخليه دايما يبقى خايف على حاجته وحاجة غيره. كمان ممكن ان انا مش عشان ربنا مديني واقدر اديله مصروف كبير او مدياله مصروف بسخاء، لا، حلو ان انا مدلعة طفلي، حلو قوي ان انا ابقى بحتويه بطبطب عليه، بس مين قال ان انا ادي ابني فلوس كتير او كل حاجة يطلبها دلوقتي لازم ألبها له هي دي الحاجة الصح؟ بالعكس، أنا كده بطلعه طفل مدلل، طفل ما عندوش مسؤولية، طفل ممكن لما يكبر ويبقى راجل وعايز يتقدم بقى العروسة وطالبين منه كذا وكذا وكذا وعايز يعمل فرح في أكبر القاعات وبتكلفة باهظة جدا، هيطلب مني أعمل الفرح ده؟ لأن أنا خلاص أنا عودته طول الوقت إن أنا بجيب له كل اللي هو عاوزه وبدلعه وبديله أكتر من احتياجاته، فالفلوس عنده ما بقاش ليها قيمة، بقى بعد كده مجرد ان هو عاوز حاجة يا بابا هاتلي كذا يا ماما هاتيلي كذا، والمفروض ان بابا وماما هم اللي يلبوا طلبات ابن الولد او البنت، لا، كده انا بدلله زيادة على اللزوم. احنا هنفهمه، احنا دلوقتي مش لازم ان انا شايله هم، مش لازم ان انا احسسه ان احنا عندنا مشكلة في البيت لو احنا فعلا عندنا مشكلة، لا، بس ممكن ايه، احنا يا حبيبي النهاردة احنا جبنا في الشهر ده او في الاسبوع ده اللعبة الفلانية، المرة الجاية اوعدك اني هجيب لك اللعبة اللي انت عايزها. مش لازم اقول له ايه السبب، مش لازم اقول له بابا معهوش فلوس، احنا مفيش فلوس، لا، بالعكس انا ممكن يبقى معايا فلوس وما اجيبلوش الحاجة دي، بس مجرد ان انا بخليه يشيل المسؤولية.
كل الكلام ده هيفرق جدا مع طفلي، مش وهو صغير بس، كمان لما يكبر ويبتدي يبقى شاب كده وعريس بقى ورايح يتقدم لعروسته، ويجي بقى دور المقابلة بقى. الأب هيقعد مع العريس أو الأم، أم العروسة يعني، وباباها هيقعدوا مع العريس. إمكانياتك إيه؟ أنا عندي كذا كذا كذا. لا، الإمكانيات دي إحنا ما تلزمش بنتنا. وهنا بيحصل مشكلة عندنا على فكرة من الجهتين، يعني جهة العريس اللي رايح يتقدم إن هو عايز يبين قدام الأهل العروسة إن هو عنده وعنده وعنده، وده بيبقى راجع لسبب إن إحنا دلعناه وهو صغير ولبينا له كل رغباته. والسبب التاني كمان فكرة الأب والأم اللي إحنا عايزين لبنتنا أحسن حاجة، حتى لو ده هيجي على ضغط نفسي للشخص اللي جاي يتقدم لها. على فكرة انت كأب وكأم، زي ما انت ضغطتي على عريس بنتك، هيجي الوقت ان يكون عندك ولد وهيضغط عليه وهيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في حياته، هيبقى مش عارف يعمل ايه. فانا من البداية خالص اكون انا عارف من جوايا ايه الحاجات الاساسية اللي انا اطلبها من العريس اللي جاي لبنتي، وانا كعريس مش لازم ابالغ، هي دي امكانياتي، هي دي الحاجة اللي أنا أقدر أوفرها. لأني بعد فترة طويلة وبعد ما بيقعد يقول أنا عندي شقة بالشيء الفلاني وعندي هفرشها أحسن مش عارفة إيه، ووعدك يا عمي إن أنا القاعة هتبقى معمولة معرفش 200 فرد، هيبقى فيه معرفش إيه وإيه وإيه، وهجيب المغني الفلاني أو كل الكلام ده بيضغط العريس، بيضطر إن هو مثلا يعمل كارد، يضطر إن هو يستلف. وده اللي هنتكلم فيه في فقرتنا التانية، ازاي الضغوطات اللي انا بتعرض لها والديون اللي انا بحط نفسي فيها هي دي السبب اللي بتخلي حياتي بعد الجواز فيها مشاكل اكتر، مش قادر اتحمل مسؤولية اكتر. والحقيقة هيكون معانا ضيفتنا في فقرتنا التانية استاذ دكتور ايمان نصري، استاذ علم الاجتماع والمساعد بجامعة حلوان والمعهد القبطي التدبيري الكنسي والتنمية. بس خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنكون معاكم.